نجوى، مش تيجي تاخدي هديتك؟ مبروك عليكي، بس مش عايز اعيا تاني. الله، دي عربيتي. على فين؟ هفرجها لاصحابي. شوف لي انت هدف، تفتكر هدف يكون ايه؟ مش ممكن حد غيرك يحدد لك اللي انت عايزاه. انا ممكن اساعدك معلش، لكن لازم انت تحددي. ساعدني. اقول لك يا ستي، انت مش كنت تلميذه؟ ايوه. بطلت المدرسه والمذاكره ليه؟ لما عييت يأست. اديك خفيتي. يعني تفتكر اقدر ارجع المدرسه تاني واذاكر؟ طبعا تقدري، بشرط انك تنوي بجد. تقولي انا لازم اخد الثانويه العام وتذاكري فتاخديها، انا لازم ادخل الجامعه فتجيبي مجموع وتدخليها، انا لازم. طيب طيب طيب، على مهلك عليها شويه، حبه حبه. لما بادخل الجامعه ابقى افكر في الهدف اللي بعديه. يعني خلاص نويتي تخشي الجامعه؟ احاول. اوعديني. أوعدك. أخسى عليك يا هاشم، اتأخرت عليا قوي، وأنا لابسة لك روب حلو ونفسي قوي تشوفني بيه. هتيجي بسرعة؟ مستنياني فين يا أمينة؟ هو احنا متفقين على ميعاد؟ هو لازم الواحد يجي بيته بميعاد. مستنياك على العشاء، وهتيجي بسرعة؟ أهلا حبيبي. أهلا يا أمينة، مساء الخير. وحشتني قوي. تعالى، ايه رأيك؟ يجنن. تعالى الأكل هيبرد. طب نستريح شوية من غير راحة. تفضل. في صحتك يا حبيبي. أمينة، أنا خايف عليك من كلام الناس ولبسك ده. ما شربتش ليه؟ في صحتي. في صحتك. هنتعشى وننزل على طول. تعرف يا هاشم، البيت لسه ناقصه حاجات كتير قوي، خصوصا في المطبخ. احنا حقنا نبطل الاكل هنا والقعاد مده طويله بالشكل ده. نفسي اجيب كونسول هنا بمرايه واغير كل التابلوهات وشويه حاجات كده. تعرف طلبات البيت ما بتخلص والحاجات غاليه قوي. النهارده الصبح نزلت لفيت في السوق شويه، الحاجات مش معقوله واصحاب المحلات اتجننوا خالص. ايه ده يا هاشم؟ بقى انا بقول لك الكلام عشان تديني فلوس؟ انا معايا. دول مش عشان كده خالص، ما انا عارف ان انت معاكي فلوس. امال عشان ايه؟ انا دايما مشغول ونفسي من زمان اجيب لك هديه، فقلت اديك الفلوس وتنقي اللي انت عايزاه. انا كمان جبت لك هديه معايا.
ايه رايك؟ شوف هايل. وده عجبوك؟ جدا، ذوقك حلو قوي. مرسي يا هاشم، مرسي يا هاشم. لا لا يا عبد الفتاح، عشان خاطر لا مش وقته. حرام عليكي، تعبانة. قلت لك تعبانة بقى. سيبني بقى يا أخي. اشمعنى ما بتبقيش تعبانة غير لما ناجي؟ وطول النهار والليل بره بالعربية الجديدة. هو أنت كل كلمة والتانية العربية الجديدة، العربية الجديدة حزلين بيها يعني؟ خدها، مش عايزاها. كده برضو يا نوجة، أنا عمري كلمتك عن حاجة جبتها لك، وإيه يعني حتة عربية؟ ما أنا جايب لك الفيلا والعفش، عمري كلمتك عنهم؟ سيبني ما تلمسنيش. أنا مش عايزة فيلا، مش عايزة عفش، مش عايزة حاجة خالص. بس ما تلمسنيش. لا دي حاجة لا تحتمل. أنا مش فاهم أنت جرالك إيه. أنت لازم تفهمي إن أنا ليا حقوق عليك. مالك يا نجمة؟ مزعلة عمك ليه؟ ما تقوليش عمك. طب يا ست ما تزعليش، عبد الفتاح بيه؟ ها عمل معاك ايه؟ قوليلي. ضايقك المرة دي؟ أنا خلاص مش قادرة أستحمل أكتر من كده. أرجوك يا ماما عزيزة، شوفي اللي صرفه، خلصيني من الراجل ده. كلام ايه ده؟ انت ناسي انه جوزك ولا ايه؟ ما تقوليش جوزك. انت برضه مسميه ده جواز؟ امال هو ايه؟ الورقه اللي مكتوبه لك دي تبقى ايه امال؟ ما اعرفش، مش عايز اعرف. انا مش ممكن اضيع شبابي كده، انا لازم اشوف مصلحتي. مش معنى الكلام ده ما جدش علينا لليومين دول. نجوى، انا مش عبد الفتاح هتضحك عليا بكلمتين. انا ملاحظه ان احوالك ما اتغيرتش الا ما عرفت الدكتور هاشم. وماله؟ مش هو اللي عالجني وخففني؟ في حاجه بينك وبينه؟ بتقابليه؟ تخرجي معاه؟ بتروحوا فين؟ ها؟ بتعملوا ايه؟ ايوه بقابله وبخرج معاه وبنروح في كل حته ومفيش حاجه بيني وبينه. يا نجوى حط عقلك في راسك واعرفي فين مصلحتك. انا الاول مره بعرف فين مصلحتي. نجوى 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 يا نجوى. بتدور على ايه في البدروم؟ بتدور على ايه؟ على كتبي اللي رميتيها هنا انت عبد الفتاح بيه. كتب؟ يا ننوس عينه، هو احنا هنعيده من الاول ولا ايه؟ وده شرطه الدكتور بقى؟ ايوه شرطه، وماله؟ الحق عليه اللي عايز يخليني بني ادمه. بني ادمه؟ هو انت ما تبقيش بني ادمه الا اذا انسخطتي ولبست مريالة ورحت العبه في وسط العيال؟ ما انتش بني ادمه بالفيلا والعربيه والدولاب اللي مليان هدوم اشكال والوان؟ ما بترديش ليه؟ خلاص كلب عقلك حلاوه؟ لا بس قال لي حاجات بكل اللي سمعته في حياتي. هاشم كنت فين امبارح؟ لا ابدا. بوستك متغيره مش زي زمان، ما اقدرش اديها 10 على 10. هاشم اوعى في يوم من الايام شعرك اتغير من ناحيتي. ايه اللي خلاك تقولي كده؟ مش عارفة، مش عارفة يا هاشم. خايفة، خايفة. انزل انت روح العيادة عشان ما تتأخرش عليها، وبعد الظهر هنكمل كلامنا. هم؟
ألف مبروك. إيه رأيك فيها؟ حلوة؟ حلوة. دي شبكتي وناقص الدبل. نفسي أمينة تعيشي في الواقع شوية. ما أنا واقعة أهو، شبكتي في إيدي وجوزي معايا وقاعدة في بيتي. يا أمينة دي هدية مش شبكة، وأنا ما رضيتكيش إن ده يكون بيتك. أنت بيتك مع أهلك لغاية ما تلاقي الشخص المناسب وتتجوزيه. ما أنا لقيته. بس راسه ناشفة شوية وظروفه تعبانة ولسه مش ناوي يتجوز، وكل ده سمعته قبل كده. تعال. كفاية نقف جنب بعض ونبص للسماء ونقول لربنا ان احنا متجوزين. الجواز مش كلام يا أمينة، الجواز أسرة وأطفال وبيت ومستقبل ومسؤولية، وأنا مش مستعد للحاجات دي. أنا مش عايز أحس إني خدعتك أو خبيت عليكي. يا أمينة أنت بنت ناس ومستقبلك في الجواز، وأنا ما بتجوزش. كل الرجالة بيقولوا كده في الأول وبعدين بيتجوزوا. أرجوك تروحي ونبقى نتفاهم بالتليفون. وعدك هنا بالطريقة دي مش كويس عشان سمعتك. هاشم انت بتتكلم جد؟ اوعى تكون اتغيرت وما بقيتش تحبيني زي الاول. هو انا كل ما انصحك نصيحة تقولي اتغيرت وما بقيتش تحبيني؟ انت عايزانا نستنى لما كلام الناس يبقى فوق؟ ما يهمنيش الناس، ما يهمنيش حد، انت بس اللي تهمني. لكن انا يهمني كلام الناس. عن اذنك معاد لي هذا كده. هاشم 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 انت هتنزل زعلان؟ مش ممكن يا هاشم، مش ممكن اسيبك زعلان. مش زعلان. طب ترجع امتى؟ مش راجع. استناك على العشاء. مش راجع، قلت لك مش راجع. الو لحظة واحدة يا أستاذ، دقيقتين بس يا أستاذ، البيه زمانه ورا العربية دي من فضلك. للبيت. اجي فين؟ انت ايه اللي جابك ورايا؟ انا جايه من البيت، انت مش عارف اني مستنياك. انا قلت لك مش جايه. هاشم مين دي يا هاشم؟ واحده. هاشم انا عايزه اكلمك في كلام كتير لازم نقوله لبعض.
انا هسبقك على البيت وانت اعتذر لها وتعالى. امين انا قلتلك مش جاي. طب مش نتفاهم الاول؟ ده مش وقت مناقشه. طب امتى؟ امتى هترجع يا هاشم؟ مش ممكن، مش بالشكل ده، مش ممكن موضوعنا ينتهي كده. هاشم مش عارف اتكلم، مش عارف اعمل ايه ولا بقول ايه. هاشم. امينه ما تخلينيش ابقى لي الذوق، احنا في مكان عام، عن اذنك في ناس مستنيين. طب اقعد معاهم شويه وبعدين تعالى. هاشم هستناك في البيت، ما تتاخرش عليا. مش جاي. في ايه يا هاشم؟ لا ولا حاجه حبيبتي.